الطفلة المهمشة رسائل، لماذا توقفت قضيتها في القضاء؟ ما تأثير نظرة المجتمع للمهمشين على قضية الفتاة السمراء؟ ولماذا غاب الإسناد الحقوقي والمجتمعي لها؟ أهلا بكم. كثيراً ما تعاني الفئات الضعيفة في المجتمع من الظلم والاضطهاد، خاصة في فترات ضعف أجهزة الدولة وتسيد العصابات وغياب القانون. غير أننا اليوم نطرح قضية فتاة تعرضت للانتهاك مرتين، الأولى حين تعرضت للاغتصاب من قبل مجموعة من المراهقين الذين يشتركون معها في سكن الحي نفسه، والمرة الثانية من مجتمع يمارس أحكاماً على الضحية ويفرض قانونه الخاص وعزلته عليها بتهم قد تلاحقها لمدة طويلة وتحملها أثقالاً لا طاقة لها به، إضافة لتحويل قضيتها إلى مزاد للإساءة لأشخاص قد يكون لهم علاقة تارة كمتهمين وأخرى كمسؤولين متواطئين. ما هي المواد القانونية التي تحفظ حقوق الضحايا في حال تعرض شخص ما للاغتصاب أو الاعتداء؟ وهل من السهل ارتكاب جريمة الاغتصاب أو أي جريمة أخرى لتستمر من دون حساب أو عقاب لأنها حدثت بحق مهمش؟ يعاني المهمشون في اليمن من آثار النظرة الدونية لذوي البشرة السوداء، والتي تعود جذورها لنظام التفاضل الطبقي الذي كان سائدا في اليمن إبان حكم الأئمة العنصري، والذي ما زالت آثاره باقية حتى الآن. تتسبب هذه النظرة بمعاناة لا تحتمل لمجتمع معزول قد يشكل أفراده أكثر من مليون مواطن يعيشون في مجملهم ظروف فقر وعوز، ويسكنون أطراف المدن في بيوت صفيح أو منازل صغيرة، ويتنقل بعضهم من منطقة لأخرى بشكل دائم. يعيش المهمشون في اليمن ظروفا اقتصادية صعبة، ويحرمون غالبا من مواصلة التعليم، ومنهم من يحرم من التعليم تماما، ويعملون في وظائف بسيطة، وهذا ما يجعلهم عادة ضحايا للاستغلال والاعتداءات الجنائية. في هذه الفترة ومع تصاعد موجة العنصرية المصاحبة لانقلاب ميليشيات الحوثي وغياب الدولة وانعدام فعالية السلطات القانونية، يتعرض مجتمع المهمشين للكثير من الاعتداءات والتي لم تعد تجد لها أنصارا بين النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان. تبعني أكفتني أعملك كيدي لوراء يندي حقك كعير فضمني حسيت نفسي أحسيتني. مؤخرا تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قضية فتاة من فئة المهمشين قالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل عدة أشخاص اختطفوها في مدينة تعز. النشطاء الذين تناقلوا الحادثة قالوا إن الجهات الرسمية وخصوصا النيابة والبحث لم تقم بدورها القانوني، متهمين وكيل النيابة بالتواطؤ، وأسندوا إليه أقوالا اضطر لإنكارها لاحقا. المحامية نبيلة الجبوبي قالت إن أمر الإفراج صدر عن رئيس النيابة وأنها قد قامت بتقديم طعن قانوني. وأيا كان تفاصيل هذه القضية، فإن الثابت أن هذه الفئة تعاني حالة اضطهاد وحرمان من أبسط الحقوق، أضافت إليها ظروف الحرب معاناة جديدة في ظل غياب مؤسسات الدولة وانتشار الفوضى وشعور البعض بالقدرة على انتهاك القانون وحقوق الآخرين دون خوف من العقاب الرادع. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سنستضيف الآن نبيلة الجبوب، وهي المحامية والناشطة الحقوقية عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، وسينضم معها آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير أستاذة نبيلة. أستاذة نبيلة، هل تسمعينني؟ أيوة أسمعك. تمام، احنا على الهواء الان، وبدات اقول لك مساء الخير، وحابين بدايه لو تستعرضي لنا بشكل سريع القضيه لنبدا يعني من الحادثه كما وثقت في النيابه العامه. مساء النور، وسعيده جدا باستضافتكم الكريمه لي في هذا البرنامج، وكل سنه وانتم طيبين. طيب. والامه العربيه والاسلاميه بالف صحه وعافيه، وخصوصا الشعب اليمني وجميع المشاهدين، عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركه والعافيه يا رب. يا رب واياكي. تفضلي.
عزيزتي، بالنسبة لقضية الطفلة رسائل، شوفي رسائل واحدة من بين الآلاف من المهمشات من الطبقة السوداء اللواتي اغتصبنا باليوم الواحد. طبعا الطفلة رسائل قضيتها قضية شائكة، حيث الطفلة رسائل متعودة دائما، حيث عند قد دعا جزاء عن العمل وعن الخروج، فتضطر للخروج إلى منزل جدتها حوالي الساعة السادسة يعني قبل المغرب. في مجموعة من الأشخاص الذين هم تابعين لشيخ من المنطقة، الذين ينظروا للناس النظرة الدونية، تلك النظرة الدونية ليس فقط لطبقة المهمشين وإنما لجميع منهم أدنى منهم فقراً أو مادة اقتصادية أو بهذا الشكل. ففي ذلك اليوم المشؤوم الذي خرجت فيه رسائل إلى بيت جدتها، لاقاها مجموعة من الأشخاص التابعين لإحدى المشايخ تلك المنطقة، أخذوها وقاموا باختطافها إلى إحدى الأحوال، أحوال حول مليء بالأشجار، قاموا باغتصابها دون أدنى رحمة منهم أو قليل من الإنسانية. طبعا لاذوا بالفرار، في عندنا شهود شاهدوا الواقعة، إحدى الشهود والذي كان ينتمي إلى طبقة رسائل مهمش، وهنا الإشكالية التي نعاني منها وسأسردها بعدا. طبعا لاذوا بالفرار، تم القبض على إحدى المتهمين من قبل إدارة أمن المعافر، للأمانة بمساعدة ومجهود كبير من مدير المديرية الأستاذ الفاضل عادل المشمر، أودع إدارة سجن إدارة أمن المعافر. بعدها بحوالي أسبوع أو أسبوعين من احتجازه، تم الإفراج عنه دون أدنى سبب أو مبرر من قبل رئيس نيابة تعز الأستاذ منصور عبد الواحد. للأسف عند تواصلنا بالأستاذ منصور تبين أنه قام بالإفراج بناء على استطلاع وصله من وكيل المعافر الأستاذ محمد عبد النور البركاني، وهذا ليس بالمبرر الكافي سواء للأستاذ وكيل النيابة أو رئيس نعم النيابة. أستاذ نبيلة اسمح لي فقط، أنا أود أن أستمع للحادثة سواء من نعم حيث الاستطلاع الذي قدم وإجراءات التحقيق لم تستكمل، أو بالنسبة كذلك لرئيس النيابة الذي قام بالإفراج وهو يعلم بأنها قضية جسيمة ولا يحق له الإفراج حتى ولو بالضمان إلا بعد استكمال إجراءات التحقيق والتبين هل هناك أدلة إثبات تدين المتهم الذي هو إحدى المتهمين أو لا، بعدها يحق له الإفراج. نعم، وهذا ما عندي بقضية رسائل. نعم، يعني هل برأيك يعني وأنت تتابع القضية هناك مآخذ إذن على سلطة القضاء والنيابة في هذه القضية؟ تسمعينني أستاذة نبيلة؟ يبدو أن هناك مشكلة في الصوت أستاذة نبيلة، لا تسمعني. تسمعينني أستاذة نبيلة؟ نعم، إذن إلى أن نحل مشكلة الصوت وتستمع إلي من جديد الأستاذة نبيلة، ننتقل إلى الأستاذ نعمان الحذيفي رئيس الاتحاد الوطني للمهمشين عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ نعمان. مساء النور وشكرا لك ورحب بك وبضيوفك أيضا في الاستوديو، و شهر مبارك، كل عام وأنتم بخير، عيد سعيد على الجميع إن شاء الله. علينا وعليكم إن شاء الله أستاذ نعمان، وأود أن أستمع منك لآخر تطورات قضية الطفلة المجني عليها رسائل. طبعا قضية الطفلة رسائل حتى الآن لا جديد، يعني ليس لم يحدث جديد، فقط الجديد أنه كان قد تم إفراج على أحد المتهمين في وقت كنا نبحث عن القبض على بقية المتهمين الخمسة، لكن هناك كما يقال يعني البعض يتحقق بالعطلة القضائية والبعض الآخر لا أدري ما هو المبرر القانوني. المهم إنه قضية الطفلة رسائل حقيقة، يعني قضية الطفلة رسائل قضية حقيقة تختزل فيها كل معاني العنصرية وكل معاني البعد الإنساني. قضية الطفلة رسائل واغتصابها
لم تجد حقيقة الأمر اهتمام كافي من قبل السلطات الأمنية والقضائية في تعز. كنا نتمنى أن يتم الانتصار لها باعتبار أن ما هي الأسباب برأيك؟ لما لم تأخذ القضية بعدها الجنائي والقانوني؟ أعتقد أن هناك شيء ما كان يراد هو تحويل مسار هذه القضية. للأمانة تم التلاعب فيها، أعتقد هكذا أنا من خلال متابعتي لكثير من قضايا الاغتصاب الخاصة بالنساء السوداوات، أنه يتم التلاعب بهذه القضايا، وليس فقط على مستوى قضايا المهمشين ككل. هناك من يحاول أعتقد هو تحويل مسار القضية عن مسارها القانوني. تم التلاعب أعتقد فيها، وبالتالي كان هناك أعتقد تركيبات لأن يتم معالجة الموضوع بشكل ودي، أي بمعنى مثلها مثل كل القضايا التي تم يتنازل عنها المهمشين تحت وطأة الخوف وتحت وطأة الجوع والفقر، وبالتالي ها يتم استغلالهم بهذه الطريقة. والبعض الآخر يفكر بإنهاك المهمشين في عملية المتابعة القانونية، وهم يعلمون تماما بأن المهمشين ليس لديهم موارد اقتصادية تمكنهم من المتابعة القانونية في لدى دوائر المؤسسات الأمنية والقضائية، باعتبار أن القضاء اليمني للأسف الشديد ليس أفضل حالا، وبالتالي كثير من القضايا تنتهي إما بصلح أو بهكذا الطرق. نعم، إذن أستاذ نعمان، يعني يؤسفني حقيقة أن نتحدث في 2020 عن قضايا عنصرية بهذا الشكل وإهمال وتهميش لطفلة ما زالت قاصر ولقضيتها. إذن أنتم وجهتم نداء للمدافعين عن حقوق المرأة والإنسان ليس فقط في اليمن وإنما للعالم أجمع بشأن واقعة الاعتداء والتهميش الذي تعرضت له الطفلة رسائل، هل يعني وصلكم أي تجاوب من أي جهة؟ في الحقيقة تفاعل الكل معنا، تفاعل الكل عبر التواصل الاجتماعي، كثير من النشطاء تفاعلوا. الحقيقة أن القضية نالت حقها من الاهتمام في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا في هذا المقام أيضا أشكر الأخوة في قناة بلقيس باعتبارهم القناة اليمنية الأولى التي الآن تبنت هذا الموضوع. القناة يعني بعض وسائل الإعلام الأخرى البي بي سي وغيرها. لكن أود أن أعرج على شيء مهم فقط لكي نوضح مدى ازدواجية تطبيق المعايير فيما يتعلق بقضايا المهمشين. تخيلي قضية رسائل تم اغتصابها من قبل 5 ولم يتم القبض على أحدهما، وما زالوا الجنات خارج دائرة القضاء. وتخيلي في قضية أخرى مماثلة لواحدة بيضاء، فكر أحد المهمشين كانت قد فرت من منزلها، وهذا السجين هو فواز سويلم في صنعاء في سلطة الحوثيين. هذا يعني تخيلي انه الفتاه ذهبت مع زوجة هذا السجين الى منزلها باعتبارها انها كانت تركت بيتها ولان ليس لديها احد. تخيلي بعد 7 سنوات يعني تم القاء القبض على 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 زوجة الزوج والزوجه والاطفال، وتم توجيه كل من دار المهمشين في سجنهم تم القبض عليهم، حتى وصل الامر الى 15 واحد حكم على 6 منهم بالاعدام بمجرد فقط انه واحد قال اشتي الزواج واحد بيضاء رحله عند الامين الشرعي، والامين الشرعي في اليمن تفاجئ انه واحده بيضاء حضرت مع خادم للزواج، فتم تخيلي بلغ الامن، والان اصدرت محكمه صنعاء حكم بالاعدام بستة مهمشين فيهم امرأتين، ومات طفل في السجن المركزي، والامر طبيعي جدا. على النقيض ذاته قضية رسائل أيضا، تخيلي لو كان المهمشين هم من اغتصبوا في سانقة واحدة أخرى لكان تم تنفيذ حكم الإعدام قبل أن تصل إلى إدارة الأمن والنيابة. هذا شيء يعني حقيقة مؤسف للغاية ومؤلم. وسؤالي الذي سأضعه عليك أيضا، أنا أشعر بالألم وأنا أضعه، يعني هل تجد أن البعض يستسهل جريمة الاغتصاب أو أي جريمة أخرى كونها وقعت على يعني ضحية من ذوي البشرة السمراء؟ يا أستاذة شوفي، إحنا مشكلتنا إحنا في دائرة مغلقة، يعني
تخيلي عندما يكون ضابط الامن، انا لا اطعن في نجاح، انا لا اطعن لكنني اشكك، تخيلي عندما يكون العسكري من البلاد والضابط ومدير الامن من البلاد ووكيل النيابه وعضو النيابه المحقق من البلاد ووكيل النيابه ايضا من نفس القريه، هو يعني الجميع كلهم من منطقه واحده، وبالتالي هم يعتقدوا ان انتصار لهذا انتصار القانون لهذه الفتاه هو سيحجم بقيه القضايا الاخرى، بمعنى انه سوف يعمل على رفع بمعنى انه سيعطي محمد شين دفعه من امام بانهم اصبحوا امام متساوين امام القانون، وانه وكما يقال انه سوف يخرج الخادم عن طاعه سيده. في عندنا مثال، في مثال قبلي، مثال قبلي للاسف الشديد يقول الخادمه حلاوه سيدها، وبالتالي المجتمع ينظر، بقيه المجتمع ينظر الى انه اغتصاب فتاه لا يعني ليس جرم، ليس جرم، بل الجرم هو يقع في حق الجرم ارتكب في حق الفاعل. الان الناس يبقى ليست مشكلتهم في قضيه الاغتصاب للفتاه، ولا هم يهمهم العين انهم ارتكبوا اغتصاب بخادمه، هكذا هم يعني. الان لو كانوا ارتكبوا هذا الفعل مع واحده اخرى الامر طبيعيه، لكن انك تفتضح وانك بهذلت سمعه الاسره والقبيله وهذا انك رحت تغتصب خادمه، فهذه نعتبر حق كبيره في حق القبيله ينظروا لها الجماعه في المنطقه. نعم. يعني اتضحت الفكره. ابقى معنا فقط أستاذ نعمان، سأعود إليك. ينضم معنا عبر سكايب الأستاذ لبيب ناشر، وهو ناشط حقوقي مهتم بقضية رسائل من نيويورك. مساء الخير أستاذ لبيب. نعم أستاذ لبيب، هل تسمعني؟ يبدو أن الصوت متأخر عند الأستاذ لبيب أو أنه لا يسمعني بشكل جيد. إلى ذلك أستاذ نعمان أعود إليك وأسألك، هل تم إيصال القضية للنائب العام، كونك تجدون أو كونكم تجدون بأن هناك تخاذل من قبل النيابة في تعز؟ قضية أنا كنت أتمنى أولا أن لا يتم الترويج لها بهذه الطريقة، أو أتمنى أن كانت تحل في إطار الدائرة القانونية وفي إطار الدائرة القضائية. لم أكن أتمنى أيضا أن نعمل على تشهير الفتاة، لكننا مضطرين لأن نجعل من رسائل أيضا صمام أمان لبقية المهمشات في المنطقة وفي اليمن. نحن منذ أن وصلتنا الرسالة مناشدة أسرتها تخاطبنا مع الاخ المحافظ نبيل شمسان وما قصر للامانه، وجه القاء القبض على البناء. نزلوا اليوم الاول يعني المتهمين نزلوا اليوم الاول اداره الامن واخذوا واحد، كما قلت لك تم التحقيق معه وتهريب بقيه الاربعه الى عدن. المهم تواصلت مع النائب العام، ناشدت النائب العام في اكثر من في 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 اكثر من وسائل التواصل الاجتماعي، راسلته شخصيا، رئيس محكمة القضاء الأعلى أيضا القاضي حمود الهتار أيضا بعثت له برسالة أيضا. لم أترك مكان إلا رسمي، مكان أو جهة رسمية قانونية إلا ونشدتها بتطبيق القانون. نحن نبحث عن القانون، نبحث عن الحقيقة، يعني لا يهمنا نحن لسنا طرف ولسنا لنا خصومة مع المتهمين وليس لدينا، نحن بالعكس يعلم الله ما كنا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة، لكن فرض علينا نتيجة هذا التجاهل ونتيجة هذا الصلف، فرض علينا أن نناشد العالم، فرض علينا أن نطلب العون والنقد من كل المدافعين عن حقوق الإنسان، من كل من يمتلك ضمير إنساني في اليمن. يعني خلاصة القول، نحن لم نترك بابا قانونيا الا وجهنا اليه ندائنا عبر رسائل خاصه، عبر تلفونات، عبر مناشدات علنيه، يعني لم نقصر معهم. نعم، اذا ابقى معنا ايضا استاذ نعمان، ساعود اليك بعد ان اعود للمحاميه والناشطه الحقوقيه نبيله. استاذه نبيله، يعني طرح الاستاذ نعمان اكثر من نقطة حول قضية رسائل، أود أن أسألك، يعني هل فعلا كان الإفراج عن المتهم على أساس تمييز عنصري كونها مهمشة؟
تسمعينني أستاذة نبيلة؟ نعم لا تسمعني الأستاذة نبيلة، هناك مشكلة كما يبدو لي، لا أدري يعني حقيقة ما السبب. أعود إليك أستاذ نعمان. أستاذ نعمان، الآن القضاء في إجازته القضائية والتي ربما تستمر شهر أو شهرين لا أعرف بالضبط، إلى أي منحنى يمكن أن تتجه قضية رسائل برأيك؟ أنا فقط أود أن أوضح مسألة مهمة، مسألة قانونية مهمة. كان المفترض عندما وصلت القضية للنيابة أن يوجه العضو المحقق أو في النيابة بإرسال الفتاة للطبيب الشرعي، بمعنى أنه لابد من كان أن يكشف عليها الطبيب الشرعي، لأنه من كشفت على الفتاة هي طبيبة يعني طبيبة في مستشفى ريفي، وكان المفترض أن يتم إحالة الفتاة إلى طبيب شرعي حتى يتم بمعنى انه يتم اصدار التقرير الشرعي بطريقه فنيه وللحفاظ على حق الضحيه. صحيح. لكن للاسف الشديد لم يتم اتخاذ هذا الاجراء، وهذا يؤكد على انه يعني انه هناك بعض الامور ممكن هناك من يعول على انه التقرير لن يعمل به في القضاء، وبالتالي نحن امام ظلم اخر، يعني الرسائل لم تقتصر فقط لمره الاولى، لكنها اقتصرت لمره اولى في اثناء التحقيق ولم يتم القبض على الجناة، اغتصبت مره ثانيه عندما لم يتم احالتها للطبيب الشرعي، اغتصبت مره ثانيه عندما تم التوجيه بسجنها وعدم الافراج عنها الا في الضمان التجاري. تخيلي واحده ذهبت لكي تنتصر بالقضاء وتنتصر لشرفها عن طريق القانون، وجهوا بسجنها، ولولا الضغط الذي مارسناه لما تم افراج عنها، افرج عن الجاني الاخر في الضمان التجاري في الضمان التجاري. نحن نعد العده، نحن لن نصمت، سنعد العده، سوف نتجاوز كل الحواجز نحن في سبيل الانتصار لكرامتنا ولشرفنا المغتصب. انا وجهت قياده فرع الاتحاد الوطني في تعز واكثر من 10 جمعيات خيريه منضويه في اطار الاتحاد الوطني في تعز بالاستعداد من الان لتنظيم مسيره احتجاجيه في 15 من يونيو. وفي هذه المناسبه ندعو كل شرفاء تعز، احرار تعز، حرائر تعز، للخروج مع المهمشين في ظل انا اعلم ان هناك ظرف صحي، لكننا مضطرون ان نموت جميعا كمهمشين، يقتلنا كورونا ولا ان نقتل امام قانون. نحن نتمنى ان ينتصر ولو ليوم واحد فقط، ولو لمره واحده لشرفنا. هناك عشرات الحالات المنتصره، هناك عشرات المئات من حالات الانتهاك، هناك يعني نحن اعتقد لو تم ردع يعني احد الجناة فلن يتكرر الفعل ابدا، ولكن التساهل بمثل هذه القضايا هو ما يجعل يعني الفعل يتكرر بهذا الشكل وبهذا السوء. شكرا. وايضا انا نعم. انا على فكره المتهمين في اليوم الثاني لارتكابهم واقعه بالاغتصاب، تخيلي ذهبوا الى احدى المهمشات، الاخوات ذهبت للبقاله لكي تبتاع لها يعني تشتري لها مقاضي، تخيلي بكل بجاحه وبكل قبح يقولوا بالامس خلصنا على الطويله، والله لن نترك واحده منكم يخدمك، والله لن نترك واحده منكم يخدمك. يعني اذا ما تركنا قضيه رسائل فنحن نستعد لما هو اسوء، انه نساءنا في منطقه قضاء الحجريه، بناتنا، نساءنا، امهاتنا، اخواتنا، سوف يتم ممارسه عليهم نفس الفعل الذي اتمنى ان يكون يعني من المعنيين بهذا الامر من النيابه العامه والقضاء والامن ايضا يتابع هذه الحلقه، وان تجد رسائل وغيرها من الاخوات المهمشات في البلد طريقا للنجاة ويعني إنصاف حقيقي لقضيتهن. شكرا جزيلا لك نعمان الحذيفي رئيس الاتحاد الوطني للمهمشين، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، وينضم معنا عبر سكايب الأستاذ لبيب ناشر. مساء الخير أستاذ لبيب. مرحبا، مساء النور اختي آسيا. اهلا عليك وعلى جميع المشاهدين. اهلا بك، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. وانت بخير وبصحه وسلامه. استاذ نبيل، يعني كونك احد المهتمين بهذه القضيه، كيف تابعتها؟
مؤسف ما حصل للطفلة رسائل طفلة في 17 سنة يحصل لها هذا الأمر في منطقة، يعني للأسف الشديد أنا لا أريد أن أتحدث بنكهة مناطقية، ولكن تعز كمدينة والحجرية كقضاء يعني كان يستبعد أو لا يتصور أساسا أن تأتي الأمور من تلك من ذلك الصوب. على كل حال رسائل تمثل شريحة مسحوقة في مجتمعنا، كلنا نعلم أن هذه الشريحة منذ الأزل في المجتمع اليمني ينظر لها المجتمع ككل بنظرة دنيوية في جميع الجوانب. شريحة لم تأخذ نصيبها الكامل في التعليم، في التوظيف، في الجانب الإنساني بشكل عام. ما حدث لرسائل كما قال الأخ نعمان والأخت نبيلة الجبوب المحامية يحدث تقريبا شبه يوميا، لن أقول يوميا، لكثير من فتيات هذه الشريحة في أكثر المناطق اليمنية، الجميع دون استثناء في اليمن، لن أجامل، كل المناطق اليمنية دون استثناء تنظر لأولي البشرة السوداء بدنيوية. طبعا كان هناك فترة من الفترات بدأ المجتمع اليمني أو منظمة المجتمع المدني في داخل اليمن تناصر هذه الشريحة، تدافع عنها، تتحدث عن مأساتها، تحاول أن تدعم هذه الشريحة بكافة الوسائل. كان ذلك بعد ثورة فبراير العظيمة في 2011، وكان هناك سخم كبير جدا حتى أن يعني أصبح الاسم لدى الجميع كلمة مهمشين من بعد تلك الفترة. ولكن بعد انقلاب 2014 من قبل العصابة الحوثية التي جاءت لتنظر إلى المجتمع اليمني كله بنظرة دنيوية، فتخيلي ماذا ستكون نظرة تلك السلطة لفئة المهمشين. صحيح أن رسائل تسكن في منطقة تقع تحت سلطة الشرعية، ولكن أنا أتكلم عن النشاط والزخم الذي كان لدى منظمات المجتمع المدني. وجدت أنه انتكس، يعني هذا النشاط، يعني كان هناك حركة دعم ومناصرة للمجتمع المهمشين في فترة، نعم، ما تجد أنه، نعم، انتكس بعد انقلاب الحوثيين؟ جدا جدا. أغلب المنظمات أساسا تتواجد في صنعاء، أغلب تلك المنظمات تتواجد في صنعاء، فلم يعد لتلك المنظمات مجال أن تتنفس في هذا الجانب. أصبحنا كلنا بنظر الحوثيين شريحة مهمشة كيمنيين، فما بالك بتلك الشريحة التي هي في الأساس فعلا مهمشة من قبل المجتمع اليمني كله. هذا على الرغم من أن اليمن، وهنا تكمن مأساة أخرى، اليمن موقع على جميع الاتفاقيات المناهضة للعنصرية العرقية والعنصرية لأولي البشرة السوداء اللون، لجميع صفات العنصرية، وبرغم من ذلك لا يطبق شيء في داخل اليمن. جريمة أخرى أيضا بأنه إلى اليوم ليس هناك ما يجرم التعامل بعنصرية تجاه أولو البشرة السوداء في قانوننا اليمني. يعني أنا أقول لك مؤسف جدا الحكاية الأخيرة اللي سمعتها الآن من خلال برنامجكم قبل دقائق من الأخ نعمان الحريفي، لما قال إن في مجموعة من الشباب أو نفس الشباب ذهبوا إلى البقالة ووجدوا فتاة مهمشة أخرى وهددوها. مأساة، يعني هناك بجاحة في الفعل، يعني بأنهم سيقضوا على جميع الخادمات، يعني مع تحفظي على اللفظة، كما يعني تعرف هذا هو المصطلح للأسف الشديد. هذا هو واقع الحال، هذا هو، نعم، واقع الحال أختي، يعني لا تتحرجي من هذا اللفظ لأنه هذا ما يؤمن فيه الجميع للأسف. نعم، إذن يبقى معنا أستاذ لبيب، تنضم معنا عبر الهاتف الدكتورة إنجيلا المعمري رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير دكتورة إنجيلا. مساء النور آسيا، كل سنة طيبين إن شاء الله. وأنت طيبة وبصحة وسلامة إن شاء الله. دكتورة، ما هي الأثار النفسية التي تعرضت لها رسائل والتي ستبقى معها؟ بداية قضية رسائل وقضية اغتصاب الأطفال هي قضية مؤرقة تؤرق المجتمع بشكل عام، وأثرها النفسية إن لم تكن حالية أو على المدى القريب أو القصير، ولكن ستكون أثرها ممتدة على المدى البعيد إن لم يتم معالجة مثل هذه الأمور والقضايا من الجوانب النفسية والاجتماعية. عزيزتي آسيا، مبالغ طبعا عندما يكون هذه القضية مرتبطة بقضية المهمشين وما يشعرون به دائما من نقص وانتهاك في الوضع العادي،
من غير أن يكون هناك ارتباط ما بين قضية اغتصاب. هنا يزيد الأمر سوء ويتعقد. كذلك أنه الوضع الحالي اللي نحن فيه الآن لا أدري، ولكن الحرب عملت على تهتك النسيج الاجتماعي، النسيج النفسي، القانوني، الحقوقي، أشياء كثيرة تهتكت وأصبحت منتهكة. أحيانا يعني نقول بعض الأحيان أنها بسبب الحرب وما حرب، ولكن أعتقد أنه هناك أشياء مجتمعية وعادات تقاليد كانت أحيانا وعرف كان أقوى من القوانين. إذا تعرض شخص ما لأي اعتداء بسيط حتى لا يصل للاغتصاب، إلى حتى قطع طريق أو معاكسة أو كلمة، كنا نشهد بأن الآخرين أو الجميع يهتفون ويقومون ويناشدون وتفاصيل كثيرة. أصبحت الآن في وضع تخافي على نفسك، يعني ممكن يقتل البريء والناس تمشي على الجنازة، يعني ما فيش أي إجراء. وهنا الخوف، أصبحت القوة للناس المتنفذين أو أصحاب السلطة وأصحاب المال، أصبحت الحقوق ضائعة. نعم. فأنا أتكلم بشكل عام، هذا إذا كان في الوضع الذي هو في الفئات أو الطبقات العادية. فإذا ما زدنا عليها أو أقصرنا في قضية المهمشين، واللي دائما يعني صوتهم نحاول أن نوصله إلى مستويات أعلى ونعرض حالتهم ومدى الانتهاكات التي يحصلون أو يتعرضون لها، فما بالك الآن في هذه الجزئية الآن الاغتصاب وقضية مهمشين. نعم. إذن مع الأستاذ نعمان الحذيفي. نعم. وحاولنا نفهم منه كمان قضية برضو المحامية، ولكن بعد ذلك كانت هناك تداعيات وتوضيح للأمور حتى أن الأمر نعم. دعينا فقط أستاذة دكتورة أنجيلا ابقي معنا، أنت والأستاذ لبيب. عادت إلينا المحامية نبيلة الحكيمي، تسمعين الآن أستاذة نبيلة؟ تسمعيني أستاذة نبيلة؟ حقيقة أنا أسمع يعني صوتي، لا أدري هل إشكالي؟ نسمعك يا أستاذتي. نعم أنا أسمعك جيدا، لكن للأسف الشديد صوتي لا يصل إليك. الآن تسمعيني أستاذة نبيلة؟ تسمعيني أستاذة نبيلة؟ لا 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 لا. إذا هناك مشكلة حقيقة يؤسفني أستاذة نبيلة، يعني كنت أود أن تكوني موجودة معنا كونك أنت المحامية في هذه القضية. سنحاول إن شاء الله أن نحل هذه الإشكالية. دكتورة أنجيلا، يعني كيف يمكن لهذه الطفلة أن تندمج فيما بعد في المجتمع، خاصة وهي يعني لديها أكثر من إشكالية، ليست فقط كما تفضلت قضية الاغتصاب، وإنما النظرة لها كمهمشة وعدم إنصافها لأنها فقط مهمشة. هنا لازم ننوه لأكثر من جانب مهم. أولا الجانب النفسي، وكذلك نعم دكتورة. ألو تسمعيني؟ أيوه أسمعك الآن. نعم. أوكي. أقول أنه هناك في جوانب لازم تكتمل أو منظومة مكتملة مع بعض، تعمل مع بعض لكي واحد يصل إلى أنه رسائل ومن على شاكلتها يعني يستطيعون الاندماج أو العودة للمجتمع بشكل طبيعي. أولا في هذه المرحلة رسائل كشخص أو كشخص رسائل هي محتاجة للدعم النفسي وعملية تأهيل خاصة بها هي حتى تتقبل وضعها الطبيعي وترجع كما كانت. المجتمع هو محتاج للأمانة شغل أكبر، وليس بمجهود فردي، ولكن يحتاجون إلى شغل في جانب التوعية وكيف أنه رسائل وغيرها من يتعرضون مثل هذه الحوادث التي تكون فوق قدرتهم أو بعدم رغبتهم، كيف ممكن أن نشاهد لهذه القضايا بعين الرحمة وننتصر لمثل هذه القضايا بحيث أنهم يعودون قويات. عندما يؤخذ بحقهن هنا ستكون القوة يا صداقتي، لكن عندما تدمج أو تدفن القضايا ولا يؤخذ بالحق هنا تتكرر هذه القضية، ولن تكون قضية رسائل هي الأولى ولا الأخيرة. نعم. تكون هناك رسائل كثيرة
وتصليح. وهذا ما تحدث به الأستاذ نعمان للأسف الشديد. شكرا جزيلا لك دكتورة أنجيلا المعمري رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ لبيب. أستاذ لبيب، يعني ربما تحدثت دكتورة أنجيلا عن نقطة مهمة وهي ربما تطرق لها أيضا الأستاذ نعمان، شعور المجتمع بأن هؤلاء النساء من الفئة المهمشة هن ملك، يعني هن حق لهم التصرف بهن كيف يشاء، عدم يعني معاقبة الجناه، عدم إنصاف الضحايا، هذا يعني ألا تجد أنه يجعل من الأمر مكررا وربما مسوغا لدى البعض؟ هنا تتحمل السلطات الأمنية والقضائية ومحافظين والنائب العام والسلطات التشريعية تتحمل المسؤولية كامل على كل ما يحصل لأبناء الفئة المهمشة. هؤلاء هم المسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم المسؤولين أمام مجتمعنا، وهؤلاء هم المسؤولين أمام كل فتاة أو عن كل فتاة تغتصب. هم مسؤولين عن كل سجين مظلوم حملوه قضية ظلما وبهتانا موجود في السجن. في اخر مره قصف الحوثي فيها سجن النساء في تعز، انا كنت متابع للقضايا وكانت الدكتوره انجيلا معنا ايضا في المركز الاستراتيجي لدعم المراه والطفل المتابعين لقضايا عدد من المهمشات في داخل السجن. هؤلاء المهمشات تم سجنهن ظلما وهناك ادله على ذلك، وكان يفترض ان يتم اطلاقهن يوم الثاني، ولكن للاسف جاء قصف او صواريخ الحوثي وقتلتهن في داخل السجن. يعني تخيلي مجموعه من النساء تسجن ظلما وبهتانا في السجن، ونتابع بعدين من المهمشات طبعا، وعند اقتراب الافراج عنهن وهن امهات، هن امهات، وتم سجنهن بتهم يعني مخجله ظلما. هنا يتحمل محافظ تعز، مدير امن المحافظه، وكيل النيابه في تعز، جميع من هم مسؤولين في السلطات الامنيه والقضائيه في داخل محافظه تعز، وانا لا اتكلم عن محافظه تعز بشكل خاص. بشكل نعم للأسف الشديد هذا ما يحدث في عموم الجمهورية. برأيك ما مدى التزام السلك القضائي في اليمن ببنود الاتفاقيات الدولية والخاصة بحماية حقوق الطفل وكذلك التعامل مع الفئات المهمشة كونها مواطن كامل الأهلية؟ يظهر لك تماما مدى التزام القضاء اليمني بالاتفاقيات الدولية من خلال ما تريه الآن من في قضية رسائل. ما يحصل الآن في قضية رسائل هو مناقض تماما لكل الالتزامات الذي وقعت عليها الجمهورية اليمنية سابقا في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ليس هناك إنصاف، ليس هناك نظرة بالتساوي مع هؤلاء مع أبناء هذه الفئة. هم مظلومين ويتحمل ذنبهم جميع القائمين على السلطة القضائية والسلطة التشريعية والتنفيذية في داخل الجمهورية اليمنية. نعم أستاذ لبيب، ابقى معنا في محاولة للعودة للأستاذة نبيلة الجبوبي ونتمنى أن ننجح بها. أهلا بك مرة أخرى أستاذة نبيلة، أتمنى أنك تسمعينني الآن. لا الآن أسمعك تمام، وكنت أتمنى أسمع الأستاذ نعمان الحذيفي وكذلك الدكتورة أنجيلا على ما طرحوه للتعقيب. نعم للأسف أنا سأحاول يعني ما أطرح لك أبرز ما ذكر. ربما تطرق الأستاذ نعمان لنقطة حساسة الغاية وهي يعني أن ما يحدث لرسائل من تهميش في قضيتها ومن يعني اغتصاب بداية كونها فقط مهمشة، ووضع مقارنة مؤلمة حقيقة. لو كان الفعل معكوس وقام ستة مهمشين باغتصاب إحدى الفتيات، يعني ما الذي كان سيحدث أو كيف كان سيتصرف القضاء حيال ذلك؟ أكيد عزيزتي، بالنسبة لو كانت القضية قضية رسائل حدثت مع واحدة من الطبقة الأخرى، للأسف ما أحب أقول طبقة ما طبقة، نعم. كلنا أمام القانون سواسية، فكان الوضع بيتغير كثيرا. لكن ما دمنا نعم كيف نحن أمام القانون سواسية والوضع سيتغير، الوضع هنا ثاني. لولا نظرة المجتمع الدونية للرسائل لم انتهك حقه. بالنسبة للقضاء للسلك القضائي، القضية لم تصل إلى القضاء من أجل أن نتهم القضاء بالتماطل أو غيره.
نعم هي توقفت بالنسبه لاجراءات القضيه ما زالت تحت اجراءات التحقيق بالنيابه العامه، وهناك تراخي وهناك تماطل بالقبض على الجناة بامور كثيره بقضيه رسائل، من ضمنها كذلك كما سمعت الاستاذ نعمان الحذيفي ما طرحه حول اطلاق سراح رسائل بالضمان. لا أعلم ما الداعي للضمان كونها شاكية ومجني عليها ويطلق وحضرت للتحقيق. طبعا رسائل حاليا تحت التأهيل النفسي وطلب مني إحضاره إلى النيابة لاستكمال إجراءات التحقيق وقمت بإحضاره، تفاجأت خلالها بطلب ضمانة لإطلاق سراحه ضمانة، فضمن والده لماذا يتم يعني لما يقبل ضمانتي حاولت نعم أستاذة نبيلة شيء مستغرب، يعني هي ضحية لما يطلب منها الضمانة، يعني كيف واجهتي هذه النقطة كمحامية؟ هذه النقطة عزيزتي أخذنا فيها لا كونها مهمشة، ما أدري ربما السلوك شاذ كونها مهمشة تخرج وتدخل وما في عنده يعني أحد يعني ممكن يكون بالشكل الذي هو ممكن للأخريات من ولي أمر مهتم فيها أو كذا، فجابوا مبرر غير منطقي أو قانوني، فهذه من الإخلالات التي واجهناها. فأحب كمان يا أستاذة ممكن تطرحي لي الكلام الذي طرحونه، لابد ما أعقب على كلام. شوفي نحن مسألة قضية رسائل أخذت الكم الهائل من الجانب الإعلامي، بدأوا يكتبوا داخل الفيس منشورات، هذه المنشورات نعم هو تكلم عن هذه النقطة أغلبها متضامنا مع رسائل ولكن قد تخل بالقضية وتخل بمسار القضية. نعم الأستاذ نعمان طرح هذه القضية أنه كان يتمنى نعم أسمعي أنه كان يتمنى ألا تنشر القضية على الناس، ولكنهم اضطروا لذلك لأنهم لم يجدوا من ينصف رسائل. يعني هو تحدث يعني عن إشكاليتهم كمهمشين وكيف أنهم يشعرون بأن نساءهم عرضة لمثل هذه الهجمات وأنهم يريدون أخذ حق رسائل لكي يرتدع بقية من تسول له نفسه تكرار الفعل، خاصة يعني وهو يعني نوه في آخر كلامه لنقطة بأن من تم الإفراج عنهم في اليوم الثاني يعني يتبجحون بما قاموا به ويهددون الأخرى، يعني شيء حقيقة مستفز للغاية ومؤلم. أكيد وهذا الحاصل، وبالعكس الجانب الإعلامي لعب دور كبير بقضية رسائل، وهذا حلو إنهم كضغط على الجهات المعنية بعدم التماطل واعتبار رسائل واحدة من بنات المجتمع من مثل جيزنا جيزهم بهذا الشكل. نعم إذن ما هي الخيارات القانونية لديكم أستاذة نبيلة كمحامية لأخذ حق رسائل؟ بالنسبة للخيارات القانونية لأخذ حق رسائل، أولا التوجيه إلى الجهات المعنية ممثلة برئيس النيابة مباشرة، طبعا القضية حولت الآن إلى النائب العام نتيجة للتماطل والتراخي من نيابة المعافر وكذا رئيس النيابة، فلابد من وصول رسالة إلى جميع الجهات المعنية بالقبض على الجناة. الجناة طبعا الآن خارج الآن على أساس أنهم خارج المحافظة وهم متواجدين داخل المنطقة، متواجدين داخل قرية رسائل ومازالوا مستمرين بالانتهاكات وبالتهديدات لأبناء المنطقة المستضعفين، فوجه رسالة من هنا إلى جميع الجهات المعنية ممثلة بمدير إدارة أمن المعافر وكذلك وكيل نيابة المعافر ورئيس النيابة نيابة المعافر والسلطة المحلية وجميع المنظمات المحلية والدولية بمساندة رسائل والأخذ بحقها وإيصال الجناة إلى الجهات المعنية للأخذ بحقها. شوفي أستاذة إذا لم يؤخذ بحق رسائل المشكلة بتتفاقم، بتصل إلى الكثير والكثير، بتصل مش بس للمهمشات من الطبقة السوداء، بتصل كذلك إلى ما أحب أقول الطبقات
بتصل كذلك إلى البيض، وهذا ما يحصل حاليا. أستاذتي إذا نظرت إلى القضايا التي لدينا أمام المحاكم من اغتصابات وانتهاكات وتحرشات سواء جنسية أو لفظية بشكل فظيع وبكم فظيع، خاصة بالوضع الحالي الذي نعيش فيه. نعم. ليس هناك دولة، ليس هناك أي رادع يردعهم. نعم، للأسف الشديد هذا ما يحدث. شكرا جزيلا لك نبيلة الجبوبي المحامية والناشطة الحقوقية، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. عودة إليك أستاذ لبيب، ما هو الدور المجتمعي والإعلامي للانتصار لرسائل ولغيرها من الفئة المهمشة؟ المجتمع هو مرة أخرى هو المعول الأقوى في 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 هدم هذه النظرة الدنيوية لمجتمع المهمشين. طبعا أنا لا أريد أن أخصص، ولكن خلونا نتكلم بشكل عام. المجتمع اليمني في مناطق وفي مدن كثيرة يعتبر مجتمع واعي جدا، السكان فيه من الناس حاملة الشهادة العليا، أقلهم حامل بكالوريوس. هنا 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 تأتي المأساة الحقيقية، عندما تجد مجتمع نسبة الأمية فيه تمثل تقريبا 10 إلى 15%، وما تزال تلك النظرة الدنيوية تجاه مجتمع المهمشين قائمة. نحن قد نعذر مجتمع ريفي بعيد نسبة المهمشين أو نسبة المتعلمين فيه لا تتجاوز 10-15-20%، إذا نظروا بهذه النظرة لاعتبارات مجتمعية، لاعتبارات الجانب العلمي، الجانب الكذا، الوعي، الثقافة. ولكن هناك مدن حضرية أهلها ناس مؤهلين ومتعلمين، هذا المجتمع الذي يجب أن يخرج أو يدعم فئة المهمشين للوصول إلى 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 حالة المساواة في المواطنة. نحن أمام قضايا كثيرة جدا لن تنتهي إلا إذا وقف المجتمع موقف جاد. للأسف الشديد الكثير من الفئات المجتمعية، وهذا ملاحظ جدا طبعا، تثور ثائرتهم إذا وجدوا أي قضية يعني لأي أسرة أو لأي فتاة يمنية ولكن ليست مهمشة. وعندما يأتي الأمر إلى المهمشين، أنا متأكد أنه نفس المجتمع الذي وقعت في قضية رسائل، إذا كانت هذه القضية وقعت مع فتاة أخرى والله كان سيقوم على قدم واحدة. ولكن للأسف نعم، هذا واقعنا للأسف. مجتمعاتنا لا تنصف للأسف، ليس نعم، ولابد من وقفة جادة لتغيير هذا الواقع حقيقة. شكرا جزيلا لك أستاذ لبيب ناشر الناشط الحقوقي المهتم بقضية رسائل وغيرها من القضايا، كنت معنا عبر سكايب من نيويورك. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام، إلى أن ألتقيكم في حلقة مسائية جديدة. كونوا برعاية الله وأمنه، وكل عام وأنتم بخير.